سائل يقول: ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد ما عليها دليل؟ ما عليها دليل أنهم كانوا يهنئون بالعام، يهنأ بالأعمال الصالحة ويهنأ برمضان ويهنأ، أما العام الهجري الجديد فالله أعلم ماذا يقدم عليه الإنسان، وإنما الإنسان يدعو الله عز وجل أن يجعل أوقاته كلها أوقات خير، وأن يجعل عامه عام خير ويومه يوم خير، كما جاء في أدعية: خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما بعده، وأعوذ بكم شر هذا اليوم شر ما بعده. نعم. فمن باب أولى أو من نظير ذلك أن يقول مثل هذا: خير هذا العام وخير ما بعده،